يا هاجر، هل تجدين في نفسك ألما من أن تكوني هنا في خدمة سيدتي سارة زوجة نبي الله إبراهيم؟ وترد هاجر بأنها أحبت السيدة سارة لحسن خلقها وأدبها، وأن وجودها بجانب نبي الله وزوجته هو أفضل من فرعون وحاشيته. هداك الله إلى الحق، وهذا لن يقلل أبداً من كونك فتاة راقية ذات حسب ونسب، فأنبياء الله الكرام هم شرف هذا العالم وبركته. يا الله، اللهم اشف ابني، يا حي يا قيوم. اللهم إنا آمنا بك واتبعنا ملة إبراهيم حنيفا، فارحم ابني يوحى وأنت أرحم الراحمين. يا رب يا الله. يوحى، هل شفيت يا ولدي؟ هل شفاك الله يا فلذة كبدي يوحى؟ الحمد لله رب العالمين. أمي، علينا يا أمي أن ننطلق بدعوة إبراهيم إلى كل مكان، ندعو الناس ونعلمهم أمر دينهم وعقيدة التوحيد. ومن الذي سيسمح لك بهذا يا يوحى؟ وكيف كان تعامل السيدة سارة مع السيدة هاجر، وكيف تم الزواج؟ هل دبت الغيرة بينهما؟ وإن كان الأمر كذلك، كيف تعامل سيدنا إبراهيم مع هذا الموقف؟ بعد أن فرح فرعون بوجود إبراهيم في مصر وأكرمه وأحسن إليه، قرر إبراهيم الهجرة من مصر. يا إبراهيم، لماذا لا تعيش معنا هنا في مصر؟ فأنا أعلم أنك قضيت 5 سنوات بمصر وما تبعك فيها إلا قليل. فرد عليه إبراهيم عليه السلام بأنني مهاجر إلى الله. يا إبراهيم، إن مصر فتحت أبوابها لكم، فلماذا تتركونها؟ فأنا أرغبك ولا أرهبك، عش معنا يا إبراهيم، ولسوف أعطيك كتاب أمان مختوم، ولك مالي وجاهي وسلطاني. فأصر إبراهيم على الرحيل من مصر. أنا أعرف أن الكهان يحاربونك يا إبراهيم. فرد عليه إبراهيم بأنه قد وجد بمصر خيرا كثيرا، ولكنه مهاجر إلى الله. يعز علينا فراقك يا إبراهيم، ومصر بلادك، تأتي إليها وقتما تشاء وحينما تشاء. والتقى إبراهيم عليه السلام بابن أخيه لوط الذي أخبره بأن قومه قوم سوء، وأنه كان يتمنى قتالهم، ولكنه استعان بالصبر والصلاة. ولما جاءت الرسالة إلى لوط بتكليف من رب العالمين، أمره إبراهيم أن يذهب إلى قوم سدوم، وذهب إبراهيم إلى بيت المقدس لينعم به. يا
وصعد إبراهيم الجبل يصلي، ومعه سارة، ومعها هاجر التي لازمت مولاتها سارة في كل مكان من شدة حبها لها. وأحس خليل الله بعد رحيل لوط بالوحدة، فدعا الله بالذرية الصالحة: رب هب لي من الصالحين. وسمعت سارة دعاء خليل الله إبراهيم، وحزنت وتألمت من أنها قد عجزت عن تحقيق حلمه بالولد. وأخذت سارة تتحدث بألم، تقول سارة: إنني جاوزت 50 وبلغت سن اليأس الذي تبلغه النساء، وسمعت إبراهيم يدعو ربه: رب هب لي من الصالحين. فماذا أفعل؟ ماذا أفعل كي أسعد زوجي خليل الله؟ لست أدري، إنها إرادة الله وقضاؤه. تقول سارة: لقد ألقى الله في قلبي خاطرا. وما ذلك الخاطر يا مولاتي؟ تقول سارة: زواج إبراهيم بهاجر لينجب منها. ولماذا هاجر يا مولاتي سارة؟ هاجر تعبد الله مخلصة له دينها، وتقيم الصلاة، وليس من النساء من تفوق هاجر، لعل الله يرزقه منها الولد الصالح. لعل الله يرزقه منها الولد الصالح. ووقف إبراهيم يتأمل في ملكوت الله، ثم سأل ربه قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. فنزل جبريل من السماء يسأل إبراهيم، قال: يا إبراهيم، إن الله يسألك: أولم تؤمن؟ فرد إبراهيم قائلا: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فقال جبريل: إن الله يقول لك: خذ 4 من الطير، وحدد له الطيور، وهي الديك والطاووس والحمامة والغراب.